مشاهدينا الكرام، متابعينا متتبعي تي في باز زيدان، متواصلين في اجراء اللقاء، ويسعدني ان تكون متواجده الى جانبي في هذه اللحظات الفنانه الصاعده وبقوه عبر برنامج بمبي، البرنامج اليوتيوبي الذي يعتبر واحد من انجح البرامج اليوتيوبيه في وقتنا، الراهن الفنانه نيفين طباره. في البدايه اقول لك مساء الخير، بما انك اليوم حاضره في العيد الوطني 42 لدوله الامارات العربيه المتحده، شو حابه تقولي؟ اول شيء بحب اقول لهم انه كل عام وكل سنه بلدهم بخير وتعمر اكثر واكثر. ما اعرف شو دبي فازت ببرنامج اكسبو، اكيد عندكم علم، وش حابه تقولين بمناسبه فوز دبي ببرنامج اكسبو 2020؟ هم بس ما اقول غير انهم يستاهلوها، لانه عندهم تنظيم رائع في كل يعني اعمالهم وفي كل شيء. برنامج بمبي وش اللي راح يقدم لنا اياه في الفتره المقبله؟ حلوه مفاجاه ان شاء الله. شكرا لك نيفين، كل عام.